لا تقول لي كاني ولا ماني، طول لي بالك ثواني، مقلبنا وعالماشي اضحك شوي وبنضحكك، نعطيك المقلب على قدك انت بس ضل صاحي. برنامجنا كوميدي وهادف، برنامج كاميرا خافية، برنامج لايق لي شوفوا ركز فرفش وصحصح معنا انت بس بتنعنش، لا يوقع مقلب فيك. يعطيك العافية يا بالشباب، بس اخلي هاي 5 دقائق اروح الحمام واجي. السريع 5 دقائق على السريع السريع لانه جايين الدكتور. توكل. طول كاميرا خفيه، طول بالك كاميرا كاميرا طول بالك. صفا يا شباب، صفا صفا. قتلتني يا زلمه، طلع انك قصير. طول بالك. لا تقول لي كاني ولا ماني، طول لي بالك ثواني، مقلبنا وعالماشي اضحك شوي وبنضحكك، نعطيك المقلب على قدك انت بس ضل صاحي. برنامجنا كوميدي وهادف، برنامج كاميرا خافية، برنامج لايق لي شوفوا ركز فرفش وصحصح معنا انت بس بتنعنش، لا يوقع مقلب فيك. الأمانة 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 ابن عتاد هو الشباب اللي زيه لأنه قد الأمانة. حبيبي كذاب، يعني أنا كذاب، أنا اللي حطيتها اللي حطيتها شان كتير شان. لما دخلت عليك حطيتها هون، مش أنت مش قلت بدك تروح معك سكري؟ اه يا زلمة انت قليل. اه لا مش انت، شو معك كيف واحد غيري مش لابس جاكيت أصلا تكون؟ لا دخلت عليك وطلع عليك هيك. شو الدعوة يا عيلة؟ مياك حال. انت وين رحت مش؟ قلت لي وين بدك تروح؟ ها؟ وين بدك تروح؟ الحمام عشان معي سكر بدي اطير مي وهيك. صحيح. اه. بشكله غيرك. لا يا حاج انا. بدك تسوي لي مشكلة؟ سلامة نظرك يا حاج. وين رحت؟ أي جهة؟ شو وين؟ أي جهة رحت؟ هو نسلك حير ورا الصور. بدك اكذب عليك يعني انا؟ لا ما هو واحد غيرك يكون حاطط. كيف كان شكله؟ شو بيعرفني؟ انا اطلعت عليه على شكله. طب انت عارف شكلي منيح؟ لا يعني عند اسرع يا حاج شبيب هيك واحد زي يسرق. الله يسامحك يا عم الحاج. ما هو هذه امانه صح؟ مزبوط؟ اه بدك تتاكد انه انت ولا غيرك. انت ليش بتحكي عن الامانه يا حاج هلا؟ الامانه واحد حط امانه. اه بدنا نتاكد. ما انا ما انتبهتش إن انت. طب ليش حاجتك تحكي عن الامانه هلا انت؟ شو بتحكي عن الامانه؟ ليش تجيب سيره الامانه هلا؟ الامانه لانها واحد حط امانه هون، شنطه امانه. ما شفتكش انت. يعني حاج صح ولا لا؟ ليش تحكي عن الامانه يا حاج؟ ولا شو بدي احكي؟ السلام عليكم. اهلا. مزبوط؟ انا السلام عليكم. السلام عليك يا حاج، وين الشنطه؟ هيدي هيدي. لا مش حامل شنطتي. انا صاحب الشنطه. تخوت يا عيل، تتخوت انت. شو تخوت معك حاج؟ بيعطيك الواحد امانه شنطتي يا حاج. هيك بيعطيك امانه؟ ما هو ببهدل. مش انت قلت لي خذها واطلع فيها يا حاج؟ سكر ثمك. لما الحين بليحه ليش بدك تاخذ الشنطه؟ مش انت يا حاج قلت لي؟ قال بقول لي انا ورحت على الحمام.
مالك يا حاج؟ انت مش شكلك. انا معي سكري، انا بقول لك معي سكري. وبقول لي انا معي سكري. انا شكلك الشنطة. ليش خدت الشنطة؟ الحاج قال لي خذها وروح. ليش اخذت الشنطة بس؟ انا قلت لك مش بقول لك مشي لك الشنطة. مش انت حاج قلت لي خذها وروح. لحيتك ولا بدك تكسر راسك. بدي ورق دوران. حاج ركز معي. هذا واحد تصحيش انت. كل ايش؟ انا حاج. انا اصرف منها. مش هلا حسب. ولك انا اصرف منها. مش انت قلت لي خذ الشنطة وروح فيها. ولك نصاب. ولك نصاب انت. ولك نصاب انت. انا قلت لك بقول لك منين لقيت الشنطة هذه. مش انت اللي حطيتها. طول بالك. طول بالك. يا حمار. خلص سامع. طول بالك شوي. حبيب الله يسعدك. عمي. خلص. سامي عمي عمي بتقول لي كاني ولا ماني طول لي ابني الى الاماني كاميرا كاميرا بتحاسب على قدك انت بس تركتك من كم ترمين انت بس بتنعنش لي واعمى قضية الخي طيب شان انتهى هيك تخوت قاعد الخي الخي طب الخي 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 الشانت الخي الشانت كيف بتاخذ الخي كيف الخي الشانت انا حط الشانت الخي الشانت طب ليش ياخذها انا دخلت كاميرك صوحي انت اه طب اصبع بتهبل طب الخي 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 حكى لك حكى لك بعرفني خود لا لا سؤال تتخوت ولا شو بس ليش تتخاف مش لك شنطة بتقول انت اه صح الزلمه قال لي خذها وروح الزلمه قال لي خذها وروح يعني بتكذبني انا بتصدقه هو يعني شو رايك في محل محترم صلى على النبي مش ولا كلمه ادخل جوا كيف 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 تاخذ الشنطه كيف تاخذ صلي على النبي شو مالك ليش بتصيح انت فيي يا عمي صلي على النبي احكي معاه انا اللي بحكي معاه كيف تاخذ الشنطه تسرح ايش في حاله السراحين تمام الشنطه حطها الشاب وحكى لي بده يوصل الحمام واجيت تتخوت تحكي لي انا بدي ادخل اسال عن السجاد وقديش سعر السجاد وعروض انا قلت هيك صلي على النبي انا قلت هيك صلي على النبي ليش حملها ليش حملها صلي على النبي بحكي ليش حملها صلي على النبي ليش حملها انت ادخل لي جوا بناء على شو حملها بناء على شو رد علي قال لك ادخل جوا شو جوا صلى على النبي ليش بتمد صوتك ما يطلع شلون من مره من مره صوتك ما يطلع بناء على شو هو اخذ الشنطه يعني بيعرفني قال لك بيعرفني اشي يا عمي مش الشنطه لك نعم شنطتك بتاخذها مني ليش حملها ليش حملها هو اللي قال لي هو اللي قال لي صلى على النبي شو صلى على النبي اللهم صل على سيدنا صرت صلي على النبي عليه الصلاه والسلام هذا بيعتك يا عم تاخذ شنطتي ليش بترج انت انا برج هيك انا رجاج انا بلعب دانس وبرقص رجاج هذا حدا بيعتك يا عم تاخذ شنطتي قال لك معلمك فوت جوا ليش تفوت جوا يا الله يا عمي ليش تدودك خذوا له شطه خلص هي القصه انحلت السلام عليكم مره والله خذوا راس راك وش يعني اسمع شوف صل على النبي صوت ستريم واقف هون انا ها واقف هون والله ان الزلمه هادي معك هو اللي قال لي خودها مش مصدقني انت طب اللي بينك ناس شنطة خودها معك خلاص تضل تطول بينك ناس شنطة طب انا قلت له دقيقتين بدي اروح شو بعرفني انا يمكن هو بده يعطيني اياها يتقسمها بينه وبينه قسم اللي فيها اتصال ضل مين انت؟ شوف عشان اكون معك سريع انا بعرف موضوع هلا عرفت الموضوع انت الله يسامحك وقفت غيري شايفك قول لك مربوط لا احنا طيب هو مش متوقع يخش كاميرا خفيه قول لك مربوط قول لك مربوط هلا ممكن ترجع الكاميرا قبل خمس دقائق في زلمه حط عندي شنطه بالي يعني قدام الكاش وصل الدكان ورجع اختفت الشنطة جيت المكاح المكاح سألتك عنه والله انا متذكر خيري كويس ليش ما كعك ايش شو ما يعطيك مش متذكر ما ايش دي عليك كعك ايه والله ما نصاب سألتك عن كعك ايش ليش جوز هيدا شو ما يعطيك مش كان في شمس هوني اه في شنطه فكرت من هلا اه كان في شنطه هون شفت الشنطه اه يا زلمه شنطه
شلتها؟ انت حطيتها يعني هوني؟ لا يا خيالي الزلمه، لا يا عم الزلمه يا خيالي، لا يا عم انا شنطتين انا حطيتها خيالي. انت حطيت الشنطه هوني؟ خطر. حط شنطه عندك. اشوف الشنطه يمكن اشوفها. لا جيت على السياره شو بدي اورجيك شنطه انا. صلى على النبي. ليه معي صلى الله عليه وسلم؟ بحط عندك امانه على الله يخليك. خلص خيالي خيالي زيي بس ما قصدك زيي ليه. انا هلا مش عشان هيك انا مش صافك معك. الزلمه حط الشنطه هون. حلو. انا حطيت الشنطه قلت له بس اديها توصل للحمام. كيف بتقول شنطتك بتخوت؟ شوي 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 الله يرضى عليك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هو قنعان بالهداوه يمكن الزلمه ملخبط. شو ملخبط؟ انا دخلت في الشنطه وطلعت فيها مش هون كانك دخلت حطيتها سالتك ما جاوبنيش اخذتها وطلعت. يا ليه الشنطه احطها الزلمه هون؟ الزلمه ما شفتوش واصل دقيقه الشنطه حط لي وين كنت حاططها هون. عمي انا بعرف شغله واحده، انا الي عندك شنطه في ممكن تجيب لي اياها. سلام عليكم خالي بعد اذنك محترم. سلام عليكم يا محترم. بعد اذنك بعد اذنك مش فاضي انا عندي شغل. انت عين وراسي بعد اذنك بحكي عربي انا. بعد اذنك دقيقه بعد اذنك دقيقه الزلمه حط الشنطه هون. طيب ماشي الزلمه حط لي الشنطه هون. الشنطه للزلمه المحترم هذا ماشي. ماشي طيب. ممكن تجيب لي الشنطة اشوفها؟ وزلت لك شنطة شنطتين. شو؟ اسمع تعال 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 هلا في الشنطة، الشنطة تبعتي ممكن؟ ممكن الشنطة طول بالك. لا 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 اسمع سيبنا الحكي الفاضي هذا. ايم ايوه ايوه كوشي ابعد تمسك وشك تمسك وشك بعد اذنك بعد اذنك. زلمة بيحكي معك بعد اذنك. كاميرات خلي كاميراتك ينفعوك معي. طب تعال يا خيالي بحكي عربي انا. ليش بتطنش وبتروح؟ ليش بتطنش وبتروح؟ ليش بتطنش وبتروح؟ وقعد وقف على الكاش شوي صغيره. في عندي كاميرات. هاي المعلم قاعد راجع الكاميرات. الشنطه للزلمه المحترم هذا. وصل دقيقتين للدكان ورجع. انت من وين انت؟ انا سكان بتونه يا خيالي. يا سلام. الو ايش عمال؟ في شاب دخل عندي تاني بقول لي انا حطيت الشنطه اخذت شنطه وطلعت فيها. بحكي لي الشنطه لي تعال ممكن شوي صغيره. اعطيني اياها. انو هذا عماد؟ اعطيني اياها عماد. تعال تعال ضروري صارت مشكله. اعطيني اياها عماد. اعطيني اياها بس دي اعطيني اياها. الو سلامات عماد. انا هون يا عم. سلك الكاس. كيف حالك صاحب المحل انت؟ يا راح كان سرع التليفون. هي الو سرع التليفون. خلص هلا مخلص خلال دقيقه مخلص. ايه يا سلام. أيوه جاي عماد. طيب قال لي بديش اجي حتى قال لي دبروها انت. ما بديش اجي. ممكن تجيب الشنطه؟ ما ليش انا في الشنطه يا عم؟ انا عندي دواء يلا مش مجال. اعطيني الشنطه. انت قلت لي اخذت الشنطه. مش ماخذ ايش انا. ها كنت اكذب عليك. كيف كمان لعبه اولاد صغار هي تكذب علي؟ ما اخذتش ايش انا. اثبت. كيف لعبه اولاد صغار؟ اثبت اني اخذت ايش. في عندي كاميرات خليك هلا بتصل في الشرطه وتيجي الشرطه بتثبت عادي يا خالي. احكي معي. شو مالك؟ شو مالك يا حاج؟ شو مالك؟ طيب بعد اذنك. بخير خي عم. بدنا ندخل نحكي معي جوا. تفضل. لو سمحت. خلص كل واحد على شغله يا خالي. بطل جوا جوا لا يا عم بدك تدخل جوا الشغله. انت عندي امان. توكل على الله. توكل على الله. خلص عمي كل واحد توكل على الله. خلص توكل على الله. يلا خلينا بيذبحوك جوا بس عشان تاكل الناس. خلصوا لي عليك. يلا وين المره؟ هلا يعني انت اثنين تخوت ولا ايش ولا شو القصه؟ مش بنتخوت احنا معك برنامج الكاميرا الخفيه على كل شيء. شو هذا تفتح مجال الكاميرات يا شباب؟ صافوا الشباب اللي عندنا هون. هاي كاميرا تبين طلعت. طيب هون احنا بنمزح معك عشان نوريك انه كيف الواحد بيحافظ. يلا كلياتنا مع بعض. اسمع همس للكاميرا كلياتنا مع بعض. يلا باي شباب. يلا الكاميرا جنبها. لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلبنا وعلى الماشي اضحك شوي وبنضحكك نعطيك المقلب على قدك انت بس ضل صاحي برنامجنا كوميدي وهادف برنامج كاميرا خافية برنامج لايق لي شوفوا ركز فرفش وصحصح معنا انت بس بتنعنش لا يوقع مقلب فيك لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلبنا وعلى الماشي.